إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الأدمات مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. لدي موقع اليوم لرفع عملة الدولار بالمجان عن طريق تصفح الموقع. لديه الموقع 23,000 عضو و 480 دفع 8746.61 دولار. الموقع يدعم البيان، البيتكوين، سوليد تروست و البرفكت موني. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضغط على ريجستر هكذا. عفوا اخوتي، هنا الاسم الكامل، الايميل، نعيد الايميل، اسم المستخدم، كلمة السر، نعيد كلمة السر، ثم نضع هذه الكابتشا في أماكنها، ثم نضغط على الخانة الصغيرة، نضغط على ريجستر، سأتسجل وأعود. لقد تم التسجيل بالنجاح، سنذهب إلى الإيميل لارتفاع الحساب، نضغط على هكذا، نضغط على هذا الرابط، هكذا، ثم نضغط سند. نقوم بالدخول إلى الموقع من هنا. هنا نضع اسم المستخدم، هنا الإيميل، هنا اسم المستخدم، الخانة الثانية كلمة السر، هكذا، نتخطى هذه الكابتشا، هكذا. نضغط على اللوجين، ننتظر قليلا. عندما نضع الكابتشا اخوتي، ضعوا الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة بدقة اخوتي لكي يتم الدخول. انظروا اخوتي، بدأ الموقع بالعمل. هكذا اخوتي، هذا هو الحساب. هنا حسابك اخوتي، هنا طريقة الربح من هنا. هي الإعلانات إخوتي، نضغط مثلا على هذه الإعلان، هي هذا الإعلان ب0.04، ننتظر قليلا. نضغط على الصورة المطلوبة، ها هي. لقد تم احتساب الإعلان. هنا تجد أرباحك هنا إخوتي، نقوم بتحديث الصفحة. انظروا، هذا هو الربح، الإعلان الذي قمت به. هنا إذا أردت زيادة الأرباح من هنا، Earn More، قم بغلق هذه النافذة هكذا.
نغلق هذه النافذة. هذه هي طرق أخرى للربح بي تي سي أدس والسيرفي أي الاستبيانات وهنا بيرسونالي. هذه الأربع طرق أخرى لربح أخوتي، سأترككم تستكشفوها لوحدكم. هنا الكي بوكس، نضغط على أي علبة ننتظر علينا. يوجد ربح، لعبة حظ فقط، ننتظر قليلا. أعطانا 5 BTC كريديت نقاط، هذه تعمل على النقاط. لسه من هنا اخوتي، نضغط من هنا نضغط هنا هكذا. الحد الأدنى لسحب هو 20 دولار من الموقع. نذهب إلى Personal Setting لوضع عنوان المحفظة. هنا تضع كود بين وتعيده هنا. إذا إخوتي تضع كود بين ثم تعيده ثم تدخل إلى هذه الصفحة، تضع الكود بين ثم تضغط على Continue. هنا تضع المحفظة إخوتي، عنوان محفظة بيرفكت موني أو الباي أو البيتكوين أو هذه المحفظة، ثم تضغط على السند، ثم تضع هنا اسم كلمة سر ثم تضغط على السند. هنا الإيداع إذا أردت أن تستثمر في الموقع. هذا ما بدي في هذا الموقع، أظن أن الشرح ناقص نوعا ما. أترككم تستكشفون هذا الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.